اوصل لكم كتير. مع العب مع دودو يلا حرف يا دودو، هنعد من 1 ل 5، واول حد واحد من صحابنا هيدوس اتنين اشتراك يكتب اسمه وانت هتقوله المرة الجاية. اوكي يلا. واحد اتنين تلاتة أربعة 5. خمسة. يلا يا دودو، النهارده جايب لنا ايه؟ خلاطة النهارده دودو بقى جايب لعبة جميلة قوي موجودة عندنا خلاطة في كل بيت، خلاطة يعني ماما على طول بتستخدمه وبتطبخ بيه. وفي حقيقي وفي لعب. احنا جايبين اللعبة. أيوة في حقيقي كبير كده وفي لعبة. الحقيقة بنحطه فين؟ الحقيقي بنحطه في بره في المطبخ، في المطبخ. واللعبة بنلعب بيه في الأوضة، اه صح؟ بس يعني الصغيرين بيلعبوا ايه؟ باللعبة بس، باللعبة. ما ينفعش بالحقيقة، عارف ليه؟ الكبار بيلعبوا بيطبخوا بقى اه بالحقيقي، عشان الصغنن لو حط ايده في الحقيقي ممكن صبعه ايه يتعور. يلا بقى نتفرج على الخلاط الجميل اللي دودو جايبه. امسك يا دودو بقى كده نوريه لأصحابنا. بصوا بقى الخلاط ده. انا كنت سامع حاجة سامع ايه؟ في ودني. سمعت ايه؟ كنت سامع صوت خلاط؟ اه طب امسكوا بقى عشان هنفرجوا لأصحابنا. بصوا الخلاط جميل قوي والواناته حلوه. احمر واحمر بصوا اللون ده وابيض والزرار احمر لونه احمر وابيض، وفي زرار كمان لونه ايه؟ احمر. احمر. وهنا بقى بصوا طريقه التشغيل اهي، بنحط الشفشق في الخلاط. شفشق. وقايلين يا دودو حاجه غريبه قوي، بص قايلين ايه؟ ان ينفع نحط فيه ميه، انت متخيل؟ وبعد كده نشغله، هنشوف بقى ينفع نحط فيه ميه ولا لا. وده شكل الخلاط الجميل. طب وفي هنا ايه؟ برضو هنا الطريقة يا دودو. اوكي يلا، مين بقى هيفتحه؟ دودو. لا عارفة هطلعه. ده اسمه الشفشق بتاع الخلاط، وده الخلاط نفسه. بصوا بصوا نحط دي الاول وسمعت الصوت بقى. بس هو مركبش يا دودو. بصوا دودو لما بيدوس على الزرار ده بيشغله وبعد كده بيوقف. استنى نفتح نوري لاصحابنا بقى. بص السكينه دي، بس دي بلاستيك، بس برضه محدش يحط ايده. ايوه عشان حد يحط ايده طب اقفله بقى كده. طب اقفله وريني. يلا نقفله بقى من الزرار. عايزين بقى نجرب يا دودو ونشوف فعلا بيتحط فيه ميه ولا لا. اوكي بصوا اصحابي. لا ما تحطش ايدك. لا دي ده بلاستيك، بس برضو لو اشتغل يعور الايد، صح؟ ايوه حد ما اشتغلش. يلا بقى هنحط ميه، هنعمل عصير. بس انا هحط العصير برضو، صح؟ بص احنا ممكن عندنا نوعين من العصير، عندنا بطيخ وعندنا فراوله. اوكي الاول يلا شغلوا نشوفوا الميه فيه. بصوا واو ايه ده طلع زي الخلاط الحقيقي بالظبط. بصوا عامله التورنيدو، شايفين بيلف ازاي؟ يلا وقفوا بقى ونعمل العصير زي التورنيدو. يلا وقفوا اهو، عامل زي التورنيدو. يلا بقى نحط العصير. بصوا دودو بقى جاب لنا ايه؟ جاب اول حاجه البطيخ. اول حاجه دودو هيعملها لنا عصير البطيخ. بصوا لازم الاول بيقطعها بالسكينه. خلص لسه حته، خلصت بقى. يلا بقى نحط ايه؟ هنحط نص بطيخه. اوكي واحده بس. يلا نشغل. ايه ده؟ يلا حلو يا دودو. ايه ده؟ بعديها الفراوله. حلو قوي. هقطع الفراوله بقى. اه هنحط الاول في الكوبايه لسه يا دودو، لما نحط عصير البطيخ. وبعديها نحط العصير اللي في الكيس. ايوه هنحط العصير. بصوا بصوا البطيخ بيلف ازاي. يلا بقى هنقفل الخلاط ونحط بقى كده. عملنا عصير بطيخ. البطيخ. يلا
بعدها عصير. لازم نحط حبة مية من العصير يا دودو. ايوة نسيت نسيت نسيت. يلا نفك كده. لا لا انا بقى انا هحط حبة وانت حبة. ماشي. مين خلاص؟ كده عملنا. دوري بصوا. دوري. عصير البطيخ. حط كمان البطيخ. خلاص كفايه يلا نعمل بقى عصير الفراوله. انا هحط الميه في العصير الفراوله. هنقطعه اول. اوكي يلا نحط واحده بس. يلا ايه رايك في الفراوله نحط اتنين عشان الفراوله صغيره. نسيب السكينه. عصير الفراوله ده هيطلع لذيذ قوي يا دودو. واو الله كده. ايه رايك كده اتعمل؟ ايوه كده اتعمل. كده محتاجين كوبايه. ايوه نجيب كوبايه وبعدها نعمل العصير اللي في الكيس. دودو بقى وقف الخلاط. انا هصب الميه بقى. دودو بيتعلم يصب. كفايه. بصوا الله فعلا جميله. تعالوا نعمل تاني عصير بطيخ تاني. تسلم ايدك يا دودو فعلا جميله. بصوا ده البطيخ. بصوا يلا بقى ده عصير يلا نعمل البطيخ. تاني وده عصير الفرد. دودو بيعمل كمان كوبايه عصير. ايه ده بصوا بصوا البتاع بتقلب اخضر. ايه ده وديني حطها كده. بصوا دودو المره دي بيخليها تلف ازاي. يلا بقى نقفله عشان نحطه في الكوبايه. بصوا بقى نسينا نعمل حاجه يا دودو. نسينا نقلب. اه ميكس يعني ميكس. يلا ندوقه بقى. الله هشربه. اها جميل. تسلم ايدك يا دودو. نعمل واحد تاني بقى. هتعمل تاني؟ خلاص احنا عملنا البطيخ والفراوله. لا نعمل تاني. بصوا يا اصحابي بقى لو الفيديو عجبهم يعملوا ايه يا دودو بسرعه. يعملوا ايه بسرعه قول لهم. بصوا يا اصحابي ميكس 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 بسرعه. دوسوا على الاشتراك. دودو عنده العاب كتيره قوي. ايوه باي باي. يلا بنحبكم كلكم. دودو يلا يلا باي 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 باي.